ومن العلامات الكبرى للساعة أن تطلع الشمس من مغربها. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا هو رأي أكثر المفسرين على أن الآية إنما تتعلق بطلوع الشمس من مغربها، ويؤكده ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فحينها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: بادروا بالأعمال ستة، ذكر منها طلوع الشمس من مغربها. وهذه الشمس تجري لا يستنكر الناس منها شيئا، نحن الآن لا نستنكر من هذه الشمس شيئا، وإنما سيأتي لها وقت يستنكر الناس إذا طلعت من جهة المغرب. في صحيح مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن الشمس تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، يعني إذا وصلت إلى تحت العرش تخر هذه الشمس ساجدة في كل يوم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي راجعة من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي راجعة من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فيقال لها: ارتفعي ارجعي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة مغربها. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون متى ذلك؟ ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال الخطابي رحمه الله: لا ننكر أن يكون للشمس استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده، وإنما ما أخبرنا به غيب فلا نكذب به ولا نكيفه، لأن علمنا لا يحيط به. ثم قال رحمه الله: وفيه إخبار، قال: وفيه إخبار عن سجود الشمس تحت العرش، فلا ينكر أن يكون ذلك عند محاذاة العرش في مسيرها، يعني حينما تحاذي العرش لا ينكر من أنها تسجد وتستقر عند محاذاة ذلك. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال: وأما سجود الشمس فهو تمييز وإدراك يخلقه الله تعالى فيها. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير: وسجود كل شيء مما يختص به. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: ظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار، يعني باستقرار الشمس، وقوعه في كل يوم وليلة، متى ذلك؟ عند سجودها. ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري. قال القرطبي رحمه الله في التفسير: قال:
إنما لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لما؟ قال: لأنه وصل إلى قلوب الناس من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس. لأن الناس إذا رأوا هذه الآية لم يكن في قلوبهم حب بارتكاب الذنب. قال: لأنه يصل إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو يوم القيامة في حال من حضره الموت، فإن الدواعي إلى فعل الذنب قد انقطعت عند من حضره الموت. فمن تاب في مثل هذه الحال، يعني حينما تطلع الشمس من مغربها، يقول: لم تقبل توبته كما لم تقبل توبة من حضره الموت. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير: قال: إذا أنشأ الكافر يومئذ إيمانا لا يقبل منه. ثم ذكر حديثا في المسند وجود إسناده في كتابه النهاية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها طبع على كل قلب بما فيه، طبع على كل قلب بما فيه، وكفي الناس العمل. والتوبة مفتوحة إلى أن تطلع الشمس، وهناك باب من أبواب التوبة عرضه 70 سنة، كما جاء في الحديث عند ابن ماجة من حديث صفوان بن عسال وحسنه الألباني رحمه الله: إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا عرضه 70 سنة، لا يزال ذلك الباب مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بعض العلماء يرى أن التوبة إذا مضى على الناس زمان بعد طلوع الشمس أنها تقبل، وهذا وإن كان قد ذكره بعض العلماء كالقرطبي في التذكرة والألوسي في التفسير، إلا أنه مخالف للنصوص الشرعية، فإن النصوص الشرعية دلت على أنه من حين ما تطلع الشمس من مغربها لا تقبل توبة أبدا. ولذا جاء عند الطبراني من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا خرج أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، كما بينت ذلك الأحاديث الأخرى وسيأتي تفصيل لذلك إن شاء الله، إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام، يعني الملائكة ما يكتبون، وحبست الحفظة، يعني لا يكتبون، سقطت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجسام على الأعمال. قال ابن حجر في الفتح سنده صحيح، وهو وإن كان موقوفا على عائشة إلا أنه يكون في حكم المرفوع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: التوبة مبسوطة ما لم تطلع الشمس من مغربها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وذكر ابن حجر رحمه الله آثارا تدل على أن استمرار قفل باب التوبة يكون إلى قيام الساعة. ولذا في معجم الطبراني ذكر رحمه الله حديثا عن طلوع الشمس قال: فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا يختص ذلك بيوم الطلوع ولا بعده. أما ما جاء من حديث عبد الله بن عمر
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها 20 و100 سنة. قال ابن حجر رحمه الله: رفعه لا يثبت. فخلاصة القول أنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إلى أن تقوم الساعة، ولا تقبل توبة أبدا ولو امتد الزمان بعد طلوعها. يقول ابن حجر في الفتح، وأحسن مما قاله ابن كثير رحمه الله في قضية ما هي أول الآيات طلوعا، ما هي أول العلامات الكبرى طلوعا، لأن الأحاديث أتت فيها ما فيها من ظاهر التعارض. قال ابن حجر في الفتح: إن خروج الدجال، قال إن خروج الدجال هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي بموت عيسى عليه السلام. وإنما كان خروج المسيح الدجال أول الآيات الأرضية عظمة، ليس لكونه بشرا كما مال إلى ذلك ابن كثير وقال إن أول خروج الآيات هو خروج الدابة، ليس لكونه بشرا وإنما لكون ما معه من الآيات العظام، يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. قال ابن حجر رحمه الله: قال وإن طلوع الشمس هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة. يعني أول العلامات التي تتغير أمور الناس في الأرض خروج الدجال، وأول الآيات التي تتغير معها أحوال السماء طلوع الشمس من مغربها. قال رحمه الله: ولعل خروج الدابة في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس كما جاء عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، فأيتهما كانت الأولى فالأخرى على أثرها قريبة. قال رحمه الله: لعل الحكمة إذا طلعت الشمس من مغربها فخرجت بعد ذلك الدابة. قال رحمه الله: لعل الحكمة في ذلك التأكيد على أن باب التوبة مغلق. لما؟ لأن خروج الدابة كما سيأتي بيانه معنا في الجمعة القادمة تميز الكافر من المؤمن. يقول رحمه الله: فيكون تكميلا للمقصود من إغلاق التوبة. ثم قال رحمه الله: وإن أول الآيات المؤذنة، وإن أول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس إلى المحشر وتخرج من قعر عدن.